أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى ساعتنا الثانية من الرأي الحر، وإلى مصر حيث انطلقت ما يسمى بجلسات الحوار الوطني بعد طول انتظار، الذي يبدو أن هذا الانتظار والتأخير كان متعمدا من قبل النظام، وهو ما يؤكد وجهة نظر المشككين في جدوى هذا الحوار مع استمرار النهج الفردي للنظام في كل المسارات. وفي كلمة الافتتاح دعا عبد الفتاح السيسي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، معتبرا أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهو ما يضع أيضا علامات استفهام حول إجراءات تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي تقوم بها أجهزة النظام المصري وتؤكد سياسة الصوت الواحد. ويشكك كثيرون في مدى الرهان على جدية هذا الحوار بما يؤدي إلى إمكانية الخروج من الأزمة التي صنعها نظام السيسي. ويؤيد هذه الشكوك حظر مجلس الأمناء لهذا الحوار تناول موضوعات أهمها تعديل الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي، وهو ما يحرم المشاركين من مناقشة مشكلات في صميم الأمن القومي المصري. ويرى كثيرون أن النظام لديه أجندة مختلفة عن أهداف ما يسمى بالمعارضة في هذا الحوار، وأهم هذه الأهداف للنظام الإيحاء للرأي العام بأن هناك نافذة محتملة للتغيير، وبالتالي حتى ينتهي الحوار الذي يتم تصويره كأنه كاف لإثبات رغبة الدولة المهيمنة، وهو ما يساعدها في تحميل هذه المعارضة جزءا من المسؤولية عن أوضاع لم تتسبب فيها أصلا. من جهة أخرى، يهدف الحوار إلى استيعاب غضب المعارضة المدنية كما يرون حتى لا يتفاعل مع الغضب الشعبي، بما قد يؤدي إلى حراك سياسي غير مرغوب فيه. كما سيستمر النظام في محاولات تحسين صورته أمام الرأي العام داخليا وخارجيا دون تقديم أي تنازلات. والسؤال الأساسي هنا، هل يمكن أن يدار حوار جاد وحقيقي في ظل تواصل القيود المفروضة على العمل السياسي في مصر وغياب المعارضة الحقيقية؟ وهل يمكن المشاركة في صنع القرار ومراجعة سياسات النظام التي أدت إلى أخطر أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية تعيشها البلاد؟ أم يبقى الحوار شكلياً دون تغيير هذه السياسات التي تزيد من معاناة المصريين؟ ليس هناك تصور واضح لكيفية خروج التوصيات والاقتراحات بالتصويت أم بالتوافق، ومن يصيغها في شكلها النهائي، وهي التي بالنهاية ستعرض على السيسي الذي وسيضع كل السياسات وينفذ ما يريد هو، وبالتالي يصبح الحوار نوعا من جلسات الرياضة السياسية داخل اللجان بحضور حشد من المؤيدين والتحالفات الرسمية بغرض الهيمنة على مجريات الحوار، ليتحول من حوار سياسي إلى مجتمعي يناقش المشكلات التي لا تمثل أولوية، وهو ما يدخل الحوار في مزيد من المتاهات، وبالتالي كأننا أمام حوار طرشان. أهداف النظام وماذا تريد المعارضة مما يسمى بالحوار الوطني في مصر، هذا هو محور سؤالنا لهذه الساعة من الرأي الحر. ودعوني بداية أرحب بضيفي السيد ياسر عبد الرافع، البرلماني المصري السابق. أرحب بك سيد ياسر عبد الرافع. بداية، ما هو هذا الحوار الوطني ولماذا؟ أولاً يعقد هذا الحوار، أولاً أهلاً بكم بالسادة المشاهدين، يعقد هذا الحوار للمرة الثانية، وأنا أعتقد ويعتقد كل الجمهور الذي يرى ويسمع ما يدور في مصر أن هذا الحوار هو مجرد إلا تبييض وجه النظام ضد السياسات القائمة الآن في مصر. أولاً، كل المعارضة التي اجتمعت لم تنل من السيسي في هذا الحوار أي احترام،
كم مرة، أنا أسألك سؤال، كم مرة حضر السيسي مؤتمرات الشباب التي عقدت في شرم الشيخ على مدى الأعوام القادمة؟ كم ممكن مرة أو مرتين أو ثلاثة في السنة يذهب إلى هذا الحوار؟ الحوار الوطني اللي بتجتمع فيه كل المعارضة المصرية، سواء أحزاب كرتونية أو أحزاب فعلية أو فلول نظام سابق أو، لماذا لم يعطي هذا الحوار أهمية بالحضور والدخول في مناقشات وإلقاء كلمة قوية والاستماع إلى هذه المعارضة المصرية؟ أرسل كلمة مسجلة لأنه يستهين بهؤلاء، لا يستهين بهم فقط ولكن أيضا يخاف منهم، رغم أنهم ضعاف لكن يخاف منهم، لأن من الجالسين في هذا الحوار الوطني من تعرض للأذى، من تعرض للاعتقال، من تعرض للتشهير به وبماله وبيته، فكيف يواجه هؤلاء؟ فسجل لهم كلمة. دي أول حاجة في الحوار الوطني. ثاني حاجة في الحوار الوطني، من هم الرموز الحاضرين في هذا الحوار؟ هم رموز من قامت عليهم ثورة يناير. لما يكون حاضر علي الدين هلال أمين السياسات في الحزب الوطني الذي قامت عليه الثورة، لما يكون حاضر حسام بدراوي عضو لجنة السياسات الذين قامت عليهم الثورة، ماذا تنتظر من سياسيين وبرلمانيين سابقين قامت عليهم ثورة يناير إلا تدوير النفايات السابقة وتجميلها أمام المجتمع المصري؟ المجتمع المصري يعيش في أزمة خانقة، ارتفاع أسعار غير عادي، اضطهاد أمني غير عادي، حوار وطني يقام وانت بتعتقل خال وعم وقرايب. واحد كان نائب مجلس الشعب في الدورة السابقة واحتمال يكون مرشح رئيس جمهورية وأعلن نزوله إلى مصر في خلال أيام من لبنان وتعتقل أقاربه، أين الحوار الوطني؟ هذه يسخرون من الشعب، يسخرون من الشعب المطحون تحت غلاء الأسعار بما يسمى الحوار الوطني، لكن أنا أعتبر هي تمثيلية زي ما اتعملت قبل كده. الحوار الوطني اللي اتعمل من 9 شهور أو من 8 شهور إلى أي شيء أدى؟ ولا شيء. أسعار ترتفع، السجون تفتح، المستشفيات والمدارس مهملة، كل شيء إلى انحدار. ما هو الذي أدى إليه الحوار الوطني السابق؟ وما الذي دعا الحكومة هذه المرة أن تقوم بحوار وطني قادم؟ لأنه هذا الحوار الوطني هو بداية الدعاية الانتخابية للسيسي 2024. يستبق أن أنا راجل بتاع دعاية وأقعد أربع جمعت عدده كبير وكتبته كبير وشايفين نعم. يعني الصوت كان جيد، لا أدري لماذا بدأ يتقطع، ولكن على كل حال أمام كل ما تفضلت به لابد أن هناك أهداف للنظام، ليس فقط الدعاية الانتخابية، لأنه السيسي ضامن الفوز وبنسبة كبيرة كما معظم الأنظمة العربية، ولكن لابد أن يكون هناك أهداف للسيسي من وراء هذا الحوار. هو السيسي في مأزق سياسي، مأزق اقتصادي، مأزق اجتماعي، مأزق سياسي، أن دور مصر تقزم تماما. أنت عندك مشكلة السودان الآن، ما هو دور مصر في مشكلة السودان؟ السودان التي كانت يوم من الأيام هي امتداد للقاهرة، احنا خارج الدائرة خالص. اللي بيتحرك دلوقتي السعودية، اللي بيتحرك الإمارات، اللي بيتحرك تشاد، اللي بيتحرك الأفارقة، مصر ليس لها أي دور. فسياسيا دور مصر تقزم على المستوى الإقليمي، على المستوى الداخلي سياسيا في مصر ليس هناك معارضة. الكلمة هي كلمة النظام، هي كلمة العسكر، هي كلمة الأحزاب التي تحكم، هي كلمة المخابرات العامة، هي كلمة المخابرات العسكرية، فليس هناك حوار. كل الناس اللي قاعدة دي، هل يستطيع واحد من الناس اللي موجودة قدام حضرتك في الحوار الوطني دي اللي حضرت دي يقدر يعتذر ويقول والله أنا مش فاضي، أنا عندي مشوار، أنا عندي لقاء، أنا مسافر؟ بالأمر المباشر تعالى، وبالأمر المباشر حدود كلمتك أهي 1 2 3 4، حتى لو فيها بعض الشيء، بعض الكلمات ضد النظام ولكنها محددة ومنظمة كسياسة تنفيس عن الشعوب. دي الأزمة السياسية اللي موجود فيها، إنه لا سياسة في مصر،
لا وجود لمصر على المستوى الإقليمي كما كانت حتى في عهد مبارك. أزمة اقتصادية، الأسعار في تزايد غير عادي، فعايز يقعد مع الناس، يتكلم مع الناس، الناس تشعر ويضحك على الناس إن آه ممكن والله الحوار الوطني ده يعني يخلي الدنيا تهدى شوية، يخلي الأسعار تهدى شوية، لكن أزمة اقتصادية خانقة. أول مرة السيسي مستلم الدولار بستة جنيه ونص يا فندم، النهارده الدولار بيتعدى في السوق السوداء ل 42 جنيه، 42 جنيه كيلو اللحمة وصل 350 جنيه، عنده أزمة اقتصادية، عايز أي حاجة، أي شيء يعمله، ماتش الأهلي والزمالك، الناس تنسى، حوار وطني وهيصة مش عارف إيه، حفلة للفنان مش عارف إيه، إيه؟ أزمة اجتماعية، إن بقى في بين الناس، الناس بدأت فعلاً يبقى في خلافات بينها قوية، وخصوصاً إن الشعب بدأ فعلاً يشعر الآن إن المؤسسات العسكرية والمؤسسات الداخلية هي اللي بتسيطر على الثروة، وبدأ يبقى في الناس بقى عندها وعي، بقى عندها فهم، وأي حد الآن لا يستطيع في أي قهوة، في أي أتوبيس، في أي قطار، في أي مدرسة، في أي مكان لا يستطيع أن يدافع عن السيسي وعن نظام السيسي. الأول لما كنت تتكلم عن السيسي كلمة كل الدنيا تقف تشتم فيه، وأنت إخوان، وأنت كذا، وأنت كذا، دلوقتي كله ساكت. ليه؟ لأن كلهم بما فيهم الفاسدون من الحزب الوطني والفاسدون الآن الذين يحكمون يعلمون جيدا أن هذا الرجل يذهب بمصر إلى الهوية، لذلك هو عمل هذه التمثيلية، تمثيلية الحوار الوطني. إلا بالله عليك، أنا عايز أي حد يخرج الآن على الشاشة ويقول له هي ما هي مكتسبات مصر من الحوار الوطني السابق اللي عملوا ضج عليه. بعدين أنت بتعمل حوار وطني مع الناس وتقول لهم إياكم والنقاش في الدستور، الدستور لا محدش يقرب منه، إياكم والنقاش في موضوع حضور جماعة الإخوان المسلمين مثلا. يعني أنت عملت تحط محددات، وبعد ما بتحط المحددات دي كلها بتقول لهم إيه؟ بعد ما تخلصوا الحوار الوطني اكتبوه وسجلوه وابعتوه لمؤسسة الرئاسة. ومؤسسة الرئاسة تقرر هل تعمل بيه ولا لا تعمل بيه. يعني هم حتى يعني بيتنضروا بالناس بطريقة سخيفة. أي دولة محترمة تحترم المعارضة بتاعتها وتحترم رموز المعارضة بتاعتها وتسمع منها وتستفيد بيها زي أي دولة في الدنيا. تنظر إلى انتخابات تركيا، ما الذي ولكن سيد ياسر إلى أي مدى هذه معارضة حقيقية التي يتم معها الحوار إذا كانت تأتي بالأمر كما تفضلت بالإجبار يعني ورسمت لها الخطوط التي تناقشها، وأصلا هذه المعارضة هي كانت الرافعة لانقلاب السيسي كما هو معلوم في عام 2013، وبالتالي إلى أي مدى هي معارضة حقيقية للنظام؟ أبدا هي مش معارضة حقيقية، هي اتفقت مع السيسي على انقلاب الشرعية على الدكتور مرسي وعلى إحداث هذا التغيير الغير طبيعي والغير مبرر، وهو وعدهم أن اعتبر انتخابات نزيهة مجلس الشعب في مجلس الشورى في الرئاسة، ثم زج بهم هم أيضا هذه المعارضة إلى السجون. يعني فين بتوع التربية، فين قيادات الجيش اللي كانوا بيحكموه مسجنهم، وفين الراجل اللي كان طالع بيتكلم بتاع الرقابة الإدارية اللي كان ضد الدكتور مرسي، وفين العسكر اللي كانوا ضد الدكتور مرسي، وفين المعارضة اللي كانت ضد الدكتور مرسي، فين عبد المنعم الفتوح اللي كان مع الانقلاب وكان مع تلاتين، كل الناس دي في السجون. المعارضة اللي موجودة مين اللي حاضر في الساحة؟ حزب النور اللي كان ليه أكتر من 130 نائب في عهد الدكتور مرسي وزيهم في مجلس الشورى، الآن عدد النواب بتاعه في المعارضة لا يمثل 10 أو 9 أو 8 أفراد في مجلس الشعب، مش موجودين. الأحزاب الأخرى زي حزب مثلا الكرامة له كم نائب؟ كان له 3 نواب الدورة اللي فاتت، المرة دي مشوا محمد طنطاوي، المرة دي 2 نواب. اديني تاني مين المعارض اللي موجود؟ كل النواب اللي موجودين دول ولتصنع على عيني، عين مين؟ عين المخابرات. مفيش واحد جه لو كان دافع ومقدم التنازلات، مفيش واحد دخل المجلس ده لو كان له شرطة، ضابط شرطة، ضابط جيش أو ضابط مخابرات، هي دي تشكيلة المجلس، فمفيش معارضة. ولما حب يعمل بيهم حوار وطني
استدعاهم كلهم، حتى ممكن يستدعي المعارضين الفعليين ويقعدوا كده ويتكلموا بتاع، يقعدوا كده كصور وشكل كده زي حمدين الصباحة وغيره، ولكن لا قيمة له، لا قيمة للمعارضة ولا صوت المعارضة في مصر. المعارضة الحقيقية لهذا النظام هي داخل السجون، من يتحدث يدخل السجون. بالمناسبة في ست أول أمس ست مسنة، ست مصرية بطبعها عندها 70 سنة، وطلعت بتعترض على أسعار عدادات المياه وبعشرين ألف وبست آلاف كلام من ده بتاع. تم اعتقالها صباح اليوم لهيئة إخوان ولهيئة حزب سياسي. ست بسيطة بتقول سعر عداد المياه غالي علينا يا ريس، مش هنقدر ندفع 20,000 جنيه ثمن عداد المياه اللي هو خاص بالكمبيوتر أو بالكارت. تم اعتقالها. هي دي مصر. فمصر لا توجد فيها معارضة. أي حد بيرفع صوته أكبر أكتر من المساحة المحددة ليه بيتم اعتقاله في أي كان، هو مين، محامي، وزير سابق، عسكري، شرطي، أنت مكانك. لذلك مصر الآن تعيش في صمت، المعارضة الآن تعيش في صمت وتتحرك في المساحات التي يحددها لها المخابرات فقط لا غير. بس هذه قصة مصر. نعم. طيب، وبالتالي يبدو أننا أمام حوار طرشان كما يقال. هل يمكن أن ينجح مثل هذا المشروع، مشروع الحوار الوطني، دون مشاركة المعارضة الحقيقية في مصر؟ سينجح عمل كعمل تلفزيوني، كعمل سينمائي، أعداد حضرة، ناس لابسة بدل، كاميرات بتصور، أعلام متعلقة، أغاني وطنية عمالة تحس الناس ومش عارف إيه بتاع، هو لا ينجح في كده. أي نعم، هيعمل هيصة بس تصدر للخارج وتصدر للمغفلين في الداخل، لكن هل هيعمل تغيير حقيقي على الأرض؟ استحالة، لأن هذا النظام العسكري لا يقبل أبدا أي صوت من أصوات المعارضة على الأرض، استحالة يقبل بذلك، وإلا سيتم ذبحه. الناس لو طلعت تتكلم، النائب محمد طنطاوي اللي تم اعتقال أقاربه، ليه تم اعتقال أقاربه؟ لأنه صريح، لأنه جريء، لأنه طلع أتكلم. أي فنان، أي رياضي، أي زي محمد أبو تريكة كده لما أتكلم، ما هو في المنفى. الفنانين الثلاثة اللي موجودين في أمريكا ليه؟ مش عارفين يرجعوا، في المنفى. محمد طنطاوي اللي موجود في لبنان في المنفى ليه؟ لأن هذا النظام لا يقبل أن يقول له أحد هذا خطأ وهذا صواب. يا راجل سميح صويرس، سميح صويرس طلع من يومين يتكلم ويقول يعني ان سعر الدولار غير مستقر، وانا ما اقدرش اعمل استثمارات في مصر لان سعر الدولار غير مستقر والدوله وضعها غير جيد، وانا بشتغل في السعوديه والسعوديه دوله واحده. سميح صويرس طلع وكتبوا عليه تويتات الذباب الالكتروني انه اخوان. سميح صويرس اخوان، سميح صويرس اخوان. فده نظام عنده عتا، عنده جنون. وبعدين حوار وطني ايه والاعتقالات 24 ساعة شغالة في الشوارع، تركب عربية يفتشك، انزل عليك قضية، ما عليكش قضية يحط لك قضية واثنين وثلاثة. الراجل اللي رجع من الخارج ده المهندس ممدوح حمزة، وتم وعده انها تغلق قضاياه ومش عارف بتاع، زجوا به مرة أخرى إلى محاكم أمن الدولة، وقريبا قريبا رغم أنه تعهد ووعد النظام بعدم الحديث، قريبا سيعود إلى المعتقل. وأذكرك بذلك، هي دولة قمعية، دولة قمعية من النظام الأول أو من الطراز الأول، ولا لا تسمح لأحد أبدا أن يتحدث. أنا لا أرى من هذا الحوار أي مخرجات نافعة للشعب المصري، نعم، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا حتى على المستوى الاجتماعي. هل هناك بعد خارجي لهذا المشهد، مشهد ما يسمى بالحوار الوطني؟ هل من رسالة من خلاله إلى الخارج؟ الحوار الوطني الأول كانت رسالة إلى بايدن، لما بايدن قاعد يتكلم عليه ويضغط عليه شوية إن مفيش ديمقراطية في مصر، مفيش حريات في مصر، فراح عامل تمثيلية الحوار الوطني. أنا ما أعرفش المرة دي بيعملها ليه، يعني لا حد ضغط عليه ولا حد فضيله، لأن في أزمات كتيرة شغلة العالم كله، أوروبا كلها وأمريكا مشغولة بحرب أوكرانيا، مشغولة بالمشاكل اللي موجودة في السودان، مشغولة بالمشاكل الداخلية بتاعتها من ارتفاع مواصلات، إضرابات، مظاهرات، كل واحد مشغول. ما أعرفش إيه اللي بيسموه عندنا افتكاسة مرة واحدة كده يعمل الحوار الوطني ويصرف هذه المصاريف. إحنا في مصر من يوم ما جه هذا الرجل المنقلب
لا ننجح الا في اقامه المؤتمرات، سواء مؤتمرات الشباب اللي بتصرف مليارات، شباب من افريقيا، شباب من اوروبا، شباب من اسيا، نصرف عليهم وناكلهم ونشربهم ونديهم هدايا، نقعدهم في افخم الفنادق، ننجح في اقامه المؤتمرات. لكن ما هي مخرجات هذه المؤتمرات؟ زيرو حتى الان. كل مؤتمر شباب واحد جاب نتيجه، كل مؤتمر عمله قبل كده مع اي حد جاب نتيجه. فالناس بتقعد معاه وبتحضر هذه المؤتمرات وهي في رعب، في رعب ان هي تتكلم كلمه كده ولا كلمه كده، تجسس على التليفونات، اعتقال رموز سياسيه، اعتقال اقارب رموز سياسيه. كم صحفي الان في المعتقل عشان تقول لي حضرتك؟ يعدوا 100 صحفي عندنا، من صحفيين كمان كانوا كتاب في بعض الجرائد الرسميه. فين ايمان البحر درويش الفنان الممثل الذي طلع اعترض على هذا النظام؟ في السجن، لا نعرف عنه لا اسما ولا رسما حتى الان. هذا عد لك عشرات المعتقلين الذين ليس حتى لهم علاقه بالاخوان المسلمين. اكثر من 60% من الناس اللي في السجون ليس لها علاقه بالاخوان المسلمين. لماذا؟ التهمه المعلمه. يا راجل الاسبوع اللي فات في ماتش الاهلي والترجي بتاعي خد اكثر من 20 من مشجعي الكوره وعمل لهم، هم بيشجعوا كوره، قطع تذكره ب 100 جنيه ولا 200 جنيه وراح يقول الاهلي زمالك كلام من ده كلام الفرق ده، خد 20 واحد وعمل لهم تهمه ايه؟ تهمه الانضمام الى جماعه محظوره. يا عم احنا رايحين نشجع ليه؟ هو مش عايز اي حد يتكلم في مساحه حريات وبتاع ومش عارف ايه، وعامل تنبيه على كل من دخل الاستاد ممنوع تولعوا الموبايل في الدقيقه 72 اللي هي ذكرى شهداء 72 شهيد في مذبحه بورسعيد، ممنوع ولا واحد، ممنوع تهتفوا ابو تريكه. حتى الكوره يتدخل في ادق التفاصيل بتاعتها. هذه هي مصر. طيب سيد ياسر، يعني ما هي شروط أي حوار كي ينجح؟ ما هي شروط المطلوب توفرها من أجل نجاح هذا الحوار؟ أولاً يعني أول شرط البديهي خالص أن أنت تطلع كل المعارضين السياسيين اللي موجودين داخل السجون وداخل المعتقلات اللي خد سنة واثنين وثلاثة وعشرة، ما ينفعش. دي رقم واحد. رقم اثنين ان انت ما ينفعش تستثني اي فئه من فئات الشعب. يعني زي ما انت محضر الاخباط وزي ما انت محضر الازهر، هناك جماعه يجب ان تعترف بذلك، جماعه تسمى جماعه الاخوان المسلمين، لم تستخدم العنف ولا حضور سياسي، واستطاعت ان تنجح في 5 انتخابات متتاليه بعد الثوره. كيف يتم شطبهم باستيكه كده؟ ما ينفعش. لازم جماعه الاخوان المسلمين بشكل او باخر تكون ممثله داخل هذا الحوار الوطني. بنمره واحد، جماعه الاخوان ممثله، الافراج عن المعتقلين، يكون في ضمانات دوليه لانجاح هذا الحوار. والا لن تنجح، انت بتتكلم معايا وانت ماسك لي الدبابه، ماسك لي المدفع، طب ازاي نضمن ان انا اتفق معاك على تعديل الدستور او اتفق معاك ان انا هرشح 5 مرشحين من المعارضه وانت مش هتقوم باعتقال؟ ده انت شفيق لحد النهارده ما قعدوا في البيت. الراجل الضابط اللي كان عقيده وحب يترشح ما قعدوا في البيت. سامي عنان لحد النهارده ما قعدوا في البيت. طب انا اضمن ازاي؟ فلا بد من وجود ضمانات دوليه لنجاح هذا الحوار. طب الضمانات الدوليه ليه؟ لان احنا دوله بتقع، احنا دوله مديونه. احنا دوله لو تم رفع الدعم عنها هتقع، فانا عايز ضمانات دوليه. انا عندي سياسات عايز انفذها، عايز اتكلم معاك بكل اريحيه، عايز لما اطلع من باب الحوار الوطني ده لا يتم ضربي ولا يتم اعتقالي. اعتقد ان دي شروط منطقيه ومقبوله. الشرط الرابع، لا يستثنى اي فصيل، سيبك من الاخوان بقى، اي فصيل اخر، كل الفصائل مهما كانت مختلفه معاك تقعد. حتى الجيش يكون موجود، حتى المخابرات تكون موجوده، حتى الداخليه تكون موجوده وممثله. ليه؟ عشان لما نطلع في الاخر ببرنامج، نطلع في الاخر بافكار تقدر تكون ايه؟ قابله للايه؟ للتنفيذ على الارض. لكن ده حوار زي ما انت قلت لحضرتك، حوار الطرشان من طرف واحد. نعم، ولكن حتى لو وافق السيسي على هذه الشروط التي تفضلت بها، كفلاؤه هل يسمحون بذلك؟ مين كفلاؤه؟ نعم طبعا، كفلاؤه الذين لا يسمحون له حتى الآن بأن يتحدث بكلمة واحدة في أزمة السودان
لن يسمحوا ابدا باجراء هذا الحوار. هم لا يسمحون الا بشيء واحد، هو وجود الدبابه في الشارع. للاسف يا فندم ليس مصر فقط، ابتليت الشعوب العربيه في الفتره الاخيره بحكم عسكري غير طبيعي. انت ترى ماذا حدث في سوريا، وما حدث في اليمن، وما يحدث في لبنان، وما حدث في العراق، وما يحدث في السودان، وما يحدث في ليبيا، كلها انظمه عسكريه منقلبه على شعوبها. مين اللي مشغل كل الانظمه دي؟ ندور بقى تلاقي امريكا شويه، ايران شويه، الامارات شويه، السعوديه شويه، هي دي الدول اللي بتحرك الفاسدين داخل. فلن يسمحوا ابدا باقامه، ولن يسمحوا بانتخابات حره نزيهه ابدا في اي دوله عربيه، لان الانتخابات الحره نزيهه حتى لو لم تاتي بالاسلاميين كما فعلت ستاتي باحرار من داخل هذا الوطن لن يرضى عنهم ابدا، ولن يرضى عن سياسته. ليه بيعملوا كده؟ لان كفلائهم زي ما حضرتك قلت لا يريدون لمصر ولا يريدون لاي دوله عربيه النهوض ابدا او القيام ابدا. ما الذي حدث في السودان؟ خلاص كان الحوار موجود وكانت الدنيا كويسه، قطعة تسلم السلطه، يلا مشكله بين البرهان وحميدتي والشعب هو اللي بيدفع الثمن. هكذا يريد الغرب، هكذا يريد الكفلاء. نعم. ليس مصر فقط ولكن من كل الدول العربيه. أحسنت، صحيح. أشكرك جزيلا سيد ياسر عبد الرافع البرلماني المصري السابق، كنت معي عبر سكايب. إذن حتى لو وافق السيسي على حوار وطني جاد وحقيقي مع معارضة حقيقية فإن كفلاءه لن يسمحوا له بذلك، ويستمر حوار الطرشان في مصر مع معارضة هي أساساً قام انقلاب السيسي على ظهورها أو على أكتافها، كانت هي الرافعة له من أجل أن يقوم بانقلابه. ف يعني عن أي حوار نتحدث لن يفضي إلى نتائج حقيقية حسب ما يرى كثيرون. مشاهدينا، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأبدأ مع محمد من مصر، تفضل. مساء الخير سيدي، تحياتي لك والقائمين على البرنامج. أهلا بك. أشكر. الحوار الوطني ده الاسم اللي هم اختاروه للحوار ده، يعني وطني للوطن للمواطن. هم مش هيسمحوا لنا حتى بمشاهدة الحوار ده على الهواء، رغم أن عندهم قنوات فائضة زي قناة الوثائقية ممكن يبثوا لنا الحوار ده على الهواء، وينتظروا ردود أفعالنا من خلال برامج تبقى تباعا بعد اتخاذ القرارات. ده مش ممكن يحصل. كمان من حق الشعب بعد ما يشوف الكلام ده من حقه يشوف هل القرارات اللي اتخذ من خلال المؤتمر ده في حد يملك القوة لتفعيلها، تفعيل القرارات دي؟ ده مستحيل. وهل البرلمان هيوافق على ان تتخذ قرارات وبعدين هو يرفضها، البرلمان يرفضها؟ اظن المفروض تحصين المؤتمر ده بإلغاء قرارات البرلمان في وقت اتخاذ القرارات، ده جاي من الشعب، المفروض ان القرارات دي قرارات الشعب، فلا داعي لان البرلمان يلغي النتائج بتاعت القرارات دي. انا شايف ان في قصور كتير جدا في الترتيب للمؤتمر. عندنا مشاكل سياسيه اقتصاديه صناعيه زراعيه تجاريه صحه في ازهر في دين في 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 كنيسه في رياضه، احنا عندنا مشاكل كتير قوي. هل المواعيد اللي هم واخدينها للمؤتمر ده حددوا لنا اجنده نعرف المؤتمر هيبدا امتى وينتهي امتى؟ وكل جزء من المشاكل اللي احنا عايشينها في مصر دي هياخد الوقت الكافي؟ يعني مثلا بالنسبه للسياسه نقول في يومين للسياسه يتكلموا فيها السياسه، واحنا ننتظر النتائج اللي هم طالعين بيها وتمر علينا ويسمعوا كلامنا، مش بس الناس اللي هم مختارينهم للوجود في المؤتمر. كمان في ناس كتير ما تمش استدعائها للمؤتمر، معارضين، فهل سحبت الجنسيه المصريه من الناس دي علشان ما يحضروش؟ يمكن حضرتك في نقاشك مع الاستاذ الضيف الكريم قبل مني اتكلمت ايه راي المصريين في الموضوع ده، وهل القرارات دي هم عاملينها للداخل ولا للخارج؟ كل القرارات دي معموله للخارج. احنا في الداخل بنعامل وكاننا لاجئين غير مرحب بوجودهم،
لذلك الحكومة أول ما جت الحكومات بتاعة السيسي أول ما بنت ما بنت لناش كلية مدرسة مستشفى أبدا، لكن بنت لنا كتير من السجون، تقريبا نفس عدد السجون اللي تمت من أيام الملكية حتى وقتنا هذا. فإحنا بنعيش مرحلة سيئة جدا أكتر من الخيال، يعني أكتر السادة اللي موجودين برا مصر من المعارضين المصريين وليهم كل الاحترام والتقدير ما يعرفوش اللي إحنا وصلنا له. احنا وصلنا لمرحلة ان البلد شبه ميت. نعم. شكرا لك محمد من مصر. انتقل الى حاج عرفات من مصر ايضا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ زياد؟ يا اهلا بك، تفضل. لدينا حكمة في مصر تقول تكلم حتى اعرفك، وهناك حكمة ورثناها عن الامام الشافعي حينما دخل عليه رجل ذا منصب وهيبة ووقار وسأله عن حكم قتل الذبابة في الحرم، فقال قولته المشهورة: آن للشافعي أن يتمدد. السيد المسؤول البرلماني الإخواني القيادي كل ما تريدوه أن تقولوا من كلمات ظل يقول ويصول معك لمدة نصف ساعة لا تزيد عن كونها مادة إنشاء، يقول كذا وكذا ويعطل ويعمل ويثبت ويوي، لم أخرج منه بكلمة واحدة مفيدة. لم يفتني مثلا هل رغيف العيش بخمسة قروش هذا في صالح الدولة أم أن الدولة غير قادرة على دفع أكثر من ذلك، أم أن هناك رؤية أن نقلل الدعم وأن نخليه من نقدي إلى عيني أم نجعله نصف نقدي ونصف عيني. لم يتكلم السيد الفاضل الذي تكلم بعد منه أيضا، يقول لك أن السيسي لم يبني مدارس ولم يبني مستشفيات. هل هذه الناس لم تخرج من حمامتها أو من غرف النوم سيادة السادة المتصلين؟ مصر يا سيد الفاضل بنت 40 جامعة، مصر يا سيد الفاضل تبني 21,000 فصل مدرسي كل عام، مصر يا سيد الفاضل ميزانية الدعم هذا العام 530 مليار جنيه، مصر يا سيد الفاضل من الكهرباء بدلا من كانت 25 ميجا وات أصبحت الآن 60 ميجا وات، وتصدر الكهرباء إلى السودان وليبيا ولبنان والأردن وفلسطين وقريبا إلى اليونان ثم أوروبا. على أي دولة يتكلمون حضرتك؟ هل ذهب حضرته إلى فرن العيش ولم يجد الخمسة أرغفة؟ هل ذهب يسأل على السيمون في مي ولم يجده؟ هل ذهب عن أكل الكلاب ولم يجده؟ هل ذهب إلى البنك ولم يجد مرتبه؟ هل هذه الناس لديها أضغاث أحلام؟ ألم يسمع هذا اليوم بالذات أن وكالة فيتش خفضت تصنيف فرنسا الائتماني إلى نظرة مستقرة إلى نظرة سلبية مثلما خفضت مصر ولم يتكلمهم؟ ألا يعلمون أن أمريكا في 30/5 الحالي إذا لم يجدون فرصة للدين الأمريكي ستعلن إفلاسها أمريكا؟ يعني أنت تصر يا حاج عرفات، أنت تصر دائما على المقارنة بين مصر وأمريكا أو فرنسا، هذه دول صناعية كبرى، مصر ليس لديها أي منتوج صناعي، ثم تأتيني بأرقام لا أدري من أين تأتي بها، بناء 21,000 فصل مدرسي وبناء 40 جامعة. أنا على الأقل لم أسمع إلا ببناء السجون في مصر، وهذا ما تحدث عنه سيد ياسر عبد الرافع، تقول لي إنشاء، لا ليس إنشاء، هو تحدث عن بناء السجون، هو تحدث عن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين معظمهم لا ينتمون 60% كما قال لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، هذه معلومات تحدث بها وليس إنشاء، فلترد عليها إن استطعت. طيب أنت تقول أنك لا تعرف أنه أنشأ 40 جامعة، يعني في عجالة بسيطة أنشأ 4 جامعات حكومية: جامعة الوادي الجديد، جامعة مرسى مطروح، جامعة الأقصر، جامعة مرسى مطروح. إيه رأيك؟ أنشأ 12 جامعة أهلية، وهل يعرف أحد من المتصلين حضرتك ما معنى جامعة أهلية؟ جامعة المنيا الجديدة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة العالمين الجديدة، جامعة بني سويف الجديدة، جامعة أسوان الجديدة، جامعة 6 أكتوبر الجديدة وما إلى ذلك.
أنشأ 24 جامعة خاصة بمواصفات عالمية وتوأمة عالمية، الجامعة الروسية والألمانية واليابانية والفرنسية والإنجليزية والأمريكية والبريطانية وكل ما شئت يا رئيس جمال أو يا أستاذ زياد. أقول لك بعد ذلك أرقامهم وعناوينهم كمان حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. السيد ياسر لم يهمه سوى أنه قبض على 20 مشاغب في الاستاد. ومن أين أتى برقم 20 يا سيد زياد إذا لم يكونوا هم إخوان، وإذا لم يكن هو يعلم أنهم إخوان، وإذا لم يكن يعلم أنهم لم يكونوا يريدون الكرة بل كانوا يريدون إفساد المتعة الكروية. سيد زياد نحن لنا عقل نسمع ونعتبر، وقلت إن أكبر مصيبة ابتلي بها ألم يأسه بالسيسي لهم يوم 30/6 ويطلب منهم الجلوس على المائدة والحوار مع جميع فرقاء الدولة، ولكنهم أبوا واستكبروا ورفضوا. هذا تدليس يا حاج عرفات. ولكن ولكن يعني أنت أخذت وقت طويل، ولكن أنا لدي سؤال، من أعطاك الأوراق التي تقرأ منها هذه الأرقام؟ لا أدري، ولكن أشكرك على كل حال حاج عرفات من مصر، شكرا لك. محسن من تونس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النظام المصري يريد حوار وطني مع من؟ مع الذين قتلهم، مع الذين سجنهم، مع الذين كان يحكم معهم وخانهم وانقلب عليهم، مع الذين طردهم، يعني مع من هذا الحوار الوطني؟ يعني مع أحزاب كرتونية هي في الأصل معه، مع المطبلين يعني معه. هذا 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 أمور غير واقعية. يعني هو يحدث نفسه بنفسه حوار وطني مع الذين معه، حتى يقول يهم العالم ويهم المصريين أن هناك حوار وطني وسوف نستخلص منه عبر ونمر إلى الأمام. لماذا لم يخرج هو من الحكم؟ لأنه هو استولى على الحكم بانقلاب عسكري، وكان وزير الدفاع عند رحمه الله يعني الرئيس الراحل مرسي. يعني هذا شيء غريب، هو كان وزير دفاع عند الرئيس الراحل وانقلب عليه، والآن ونجح مرتين ولا مرة ولا كذا في الانتخابات مزورة، ويريد حوار وطني. ماذا سيقول له؟ ولا توجد معارضة في الأصل، هو ما يخليش المصريين يتكلموا موش يعارضوا. نعم. يعني السجناء من الصحفيين والمعارضين الحقيقيين هم في السجن، ليس الحوار لا يجي مع جماعته هو يعني. نعم، شكرا لك محسن من تونس. محمد من مصر تفضل. محمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله حضرتك، يعني ربنا يكون في عونك على الأستاذ عرفات ده اللي عمال يلف على القنوات كلها، مش سايب قناة معارضة لما طلع بس يبرر النظام، وده محامي بتاع النظام ما يقدرش يطلع يتكلم كده مع أحمد موسى ولا نشأة الديهي ولا الأشكال دي. دي ناس مأجورة، النظام دمر الدولة ودمر الشعب، والناس ماشية تكلم نفسها في الشارع، وحسب الله ونعم الوكيل. والله الشباب ضاعت، المخدرات كترت في البلد، وحوار وطني ايه ده؟ حوار وطني ده عصابة وجات على البلد دمرت البلد، حسب الله ونعم الوكيل. ده احنا والله الشباب ولا عارف يتجوز ولا عارف ياكل ولا عارف يشرب، الناس ماشية اتجننت والله. نعم. أستاذ عرفات طلع يقول لك التاريخ، ده عايش في مية المخلة. شكرا لك محمد من مصر. انتقل الى عزام من المانيا تفضل. عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك. ده رد معلش مع الحق عرفات، يعني ده انت حق يا راجل، ده انت حق يا راجل، احكي كلمه الحق. مصر اللي قال اللي سامحوا ياكلوا رجلين الفروش، مصر اللي مسكوا أكم محلات بيبيعوا اللحمة لحمة الحمير الله يعزك،
مصر الان اللي وصل الدولار ب 40 جنيه ايام ما كان محمد مرسي كانت 8 جنيه 8 وعملوا عليه زيطه وهيطه 40 جنيه. مصر الان اللي هي بتتداين من هون كان ايام حسن مبارك 30 سنه 37 مليار ديون خارجيه، الان 170 مليار يا حاج عرفات. مصر اللي ابنائها الان شاردين برا خايفين، مصر اللي فيها السجون اكثر من مدارس، ابناء الفلسطينيين اللي ابناء غزه اللي بينزلوا على مصر هل تعملوا مع الاسرائيليين من المطار لسياره الترحيلات على معبر رفح ممنوع ينزلوا في القاهره ابدا يا حاج عرفات؟ هل تعملوها مع الاسرائيليين يا حاج عرفات؟ خاف ربنا يا اخي، يا اخي خاف ربنا. انا واحد فلسطيني بقول، بتقول مصر بتدي كهرباء لفلسطين، في غزه الان 8 ساعات كهرباء يا حاج عرفات. حسني مبارك هدد اثيوبيا بقصف، لو عملت هذا السد لقصفها بالرغم انه كنا ضده. الان عملوا النهضه وعبوا الاول والثاني والثالث والرابع وانتوا قاعدين تتفرجوا عليهم. يعني كانت مصر هي رائدة افريقيا ورائدة الامة العربية. استاذ عمليش حل من الخليج حتى السعودية بطلت تعطيه وفي دول بطلوا يعطوه يا حاج عرفات. هتقول لي مصر تاريخيا ام العرب، مصر شعبها العريق يعني الشجاع البطل، بس احنا بنحكي على الحاكم الظالم. يا اخي اذا كنت تحبه بالحب هذا كله، انا بدعي لك دعوه مني لك يا حاج عرفات، ربنا يحشرك معايا يا اخي. وشكرا لكم. شكرا لك عزام من المانيا. ابو ياسين من فرنسا تفضل. اخي زايد اهلا بك تفضل. بالعالم تقريبا بعد هتلر، واسمح لي على الكلمه ما يقولوش بالغت، هو هذا القاسي بعد هتلر يترسم الثاني، وهو وانا نقول لك بالك تقريبا قبل هتلر يترسم هذا الانسان كرئيس دوله تاع ام العرب، وهو هذا السفاح السيسي. وهذا هو حكم العسكر يا اخي زايد، يقتل في الربيع العدويه، يغلق على خوتنا الفلسطينيين، داير علاقه مباشره اون ديريكت مع اسرائيل. ولكن هنا المشكل، الأحزاب الكرتونية اللي وقفت معاه والعلماء ما بين قوسين أئمة اللي وقفوا معاه جامعة الأزهر، واللي رسمه وكان عاطيه جنب في جنب محمد البرادعي اللي رسلت لها أمريكا، هو اللي حطه في ذاك المنصب. اليوم وين راه محمد البرادعي؟ راه في أمريكا يضحك ويلعب معاه. يا أخي أنا نطلب من هذه الشعوب العربية، أقسم لك بالله العلى، ولو هو أضعف إيمان غاضب على ما يصار في مصر، كيفاش المصريين اللي راهم صابرين هذا؟ اسكو هذا الشباب مفبرك، اسكو عطاوه يعني مسكنات خمر، مانيش فاهم وين راهم ماشيين بهذا الشيء. رئيس شرعي اللي قعد عام وقف مصر، يجي هذا الخبيث، واسمح لي هذه الكلمه باسكو نتشدد عليها انا ما نحملهاش، حتى داير واحد الحاجه في جيبته كانه مصلي، كان هذا اللي يخاف من ربي. اقتل مرسي في زنزانه، قلع ديابيتي، قلع على الانسولين حتى قتله. نعم. هذا الشعب وين راه يا اخي الكريم؟ راني نهضر بحرقه، اقسم لك بالله اللي غايضني الشعب المصري، ولكن الا بد عليهم ان يتحرك هذا الشعب. ما دام كما هكذا والله حتى يوصل لواحد الموصل، باسكو هو يا اخي الكريم راك شفت بنا قصور ليه، علاقه مع امريكا، الطابيروج، وتكوبيلا تكلمنا على بشار الاسد الديكتاتور يقول لك يحضر في الجامعه العربيه، ها هو ثاني ماشي يحضر. نعم. ها هو البلدان العربيه هذه اللي يقول لك الجامعه العربيه، جامعه التخريب، جامعه اسرائيل، كل ما يحضر فيها اقسم لك بالله ان قاعد تسيرهم اسرائيل، الا بعض البلدان بتحفظ، ولكن كاع متفقين على قتل الشعوب، قتل الاسلام، ويعطوا ثرواتهم لامريكا ولفرنسا ولسيادهم. نعلهم الله والسلام. شكرا عليكم. شكرا ابو ياسين من فرنسا. صهيب من الجزائر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله.
حياك الله وبياك وجعل الجنة متقلبك ومثواك أنت وعائلتك المباركة وأخي أبو ياسين. هذه المدرسة التي نتعلم منها. نعم أنا أبدأ حيث ما وقف أو توقف أخي الحبيب أبو ياسين. أقول بأن الحاضرة التي ستشمل الطواغيت وستشمل هؤلاء الزعماء بين قوسين لا تنطلي عليهم قراراتهم وتوصياتهم يا أبا ياسين، لأنهم أذوات وإنهم بيادق. أما المشهد المصري، أنا أقول لعزة من ألمانيا هناك متنطعين وهناك متسلفين وهناك من فبركهم الإعلام المصري المدجن الذي يستمد قواه من الميوع والانحلال، يستمد كل ما يصب في مصب واحد وهو الديمومة والاستمرارية لهذا الطاغوت، هذا السيسي. أنا أذكر السامع، أذكر عندما مات أو بالأحرى صهيب، يبدو فقدنا صهيب. شكرا لك على كل حال، فقدنا صهيب من الجزائر، شكرا جزيلا لك على مشاركتك. للأسف انقطع الاتصال. راضي من تونس باختصار لو سمحت يا راضي. شكرا. أول حاجة باش نرجع على عرفات، هذا الذي استشهد بما قاله هو في الحقيقة قاله أحمد بن حنبل الإمام أبو حنيفة. أما أقول له ما قال الشافعي، سئل الشافعي عن قالوا من شر الناس، فقال لهم شر الناس من باع آخرته بدنيا، من باع آخرته بدنيا، وشر منهم من باع آخرته بدنيا غيره. هؤلاء الزبانية زبانة الظالم، ظلمة في كل مكان. يعني في الحقيقة أنت هذا إنسان منقلب، انقلب على رئيس شرعي. وفي الحقيقة حينما جاء الوزير الخارجية التركي لم نجد تصويرة صورة الرئيس الشهيد. كل الرؤساء ذهبوا بما ذهبوا بأذنوبهم وبمعاصيهم وبقتلهم وبإجرامهم وبذنوبهم، وذهب مرسي شهيدا بإذن الله عند الله. فهذا عرفات لن يعني بالحقيقة هو يستفز كل حر وكل من كل كريم من شعب العربي المسلم، هذا الذي باع آخرته بدنيا غيره. يا ليته يعيش مثل ما عاش السيسي وأبناء السيسي. أقول له اتق الله، اتق الله في المصريين، واتق الله في المسلمين، واتق الله في نفسك. نعم. يا عرفات. شكرا شكرا لك راضي من تونس. أخيرا مع علاء من أمريكا باختصار. يا علاء تفضل. وباختصار شديد جدا سيدي، الأخ عرفات أدخل مجموعة مغالطات يعني عشان المشاهد السادة المستمعين يفهموها. مصر ما بتعطي الأردن كهرباء، مصر ما بتعطي لبنان كهرباء، مصر ما بتعطي فلسطين كهرباء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الجامعات الخاصة الأهلية اللي بحكي عنها يتهم المستمعين هم مش فاهمين شو هي جامعة أهلية. عيب يا أستاذ، الجامعة الأهلية اللي هي الجامعة الخاصة، كيف حكومة ورئيس بيبنوا بجامعات خاصة؟ مو اسمها جامعة خاصة، لازم الأشخاص العاديين اللي يبنوها مش الحكومة. وشكرا سيدي. شكرا جزيلا لك علاء من الولايات المتحدة. مشاهدينا وصلنا إلى فقرة مراسلو الرأي الحر. أبدأ مع رسالة طه الفتياني، يقول الغرب يريد تركيا مثل الدول العربية، تابع ذليل ينفذ الأوامر ويراعي مصالح الغرب حتى ولو على حساب مصالح شعبه، وأردوغان بلا شك لا يخدم هذا الهدف. أنا على يقين أن أردوغان سيكسب السباق على الرئاسة لفترة جديدة، لأن الشعب التركي شعب ذكي ويعرف مصلحته جيداً. الرسالة التالية من خالد من الجزائر، يقول كل المؤشرات ترشح رجب طيب أردوغان وخصمه المنافس داود أغلو رئيس حزب المستقبل خلال 24 ساعة استقال منه 420 نائب وعضو وانضموا إلى حزب العدالة والتنمية.
حاج رضوان من ليبيا يقول: الشعب التركي شق طريقه وحدد مصيره، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المصيبة في من خدعهم قيس سعيد فانتخبوه رئيسا، والآن يستعد للترشح لولاية رئاسية ثانية، سيخدعهم مرة ثانية ثم ينتخبوه مرة أخرى، وهذه هي الطامة الكبرى. رسالة هناء من ألمانيا تقول: أردوغان يعمل لنهضة تركيا ولا يريد أن يتسول شرقا وغربا مثل السيسي، والذي ربما كان اعتقال الغنوشي من بركاته، وبناء على وصفة استئصال منه كخبير انقلابات، فما على شعب تونس إلا أن يرد هذا المعروف بإرسال قيس سعيد إلى السيسي في مصر، لأن السيسي الذي عنده قضاء شامخ على مقاسه ويحاكم به المعارضين تعسفيا ما زال ينقصه خبير قانون دستوري. رسالتنا الأخيرة من سعيد من الأردن يقول: هنالك من يدعم المنشق حميدتي، وهناك من يدعم المجرم البرهان، بينما الشعب السوداني ليس في الحسبان. لك الله يا شعب السودان، لك الله يا شعوب الشعوب العربية كلها، أن يأتي يوم وتنتفض وتنهض وتخرج من هذا من القمقم لكي تستعيد قرارها بيدها. مشاهدينا، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من الرأي الحر. أشكركم على حسن المتابعة. ألقاكم بخير.